فخلنا نشوف اللي صاير في الطائف وايضا مدن كثيره بسم الله ما شاء الله. نتكلم عن حائر، نتكلم عن ابها، نتكلم على مناطق مختلفه بسم الله ما شاء الله جايها مطر، وبنطلعها تباعا ونعطيكم بعض الصور جتنا من الطائف. مدينة الورد ابتهجت والمتابعين يقولون جينا من الطائف، والطائف مطر. استودعكم الله ومع السلامة.